كان محبوبا لأغرانه. أو خيم الشيخ العرب رأيت فيه من دلائل القبول عند الله تعالى ما لا تحيطه الأفهام ولا تخطه الأعلام. اللهم وفقه بالنظر لوجهك الكريم يا الله. اللهم اسألك مرافقة نبيك له يا الله. وجعلنا من الماء كل شيء حي. بروفيسور عبد الله الصديق حاج الأمين الرجل الأمة ولد ونشأ في منطقة أم دجرسي التي ترقد على ضفة النيل الأزرق بولاية الجزيرة وسط السودان وقلبه النابض. يعشق الأرض والماء والزراعة التي كان لولده معها عشق وفرح آخر، كأنه يورث هذا الحب لجميع أبنائه. في هذه اللحظة تذكرت دعوة من عمة لينا في مدقرسي اسمها الحكم. الدعوة دي كانت دعت عليه، ما دعت له، دعت عليه، لأنه يعني في مدقرسي كانت في أكشاك المياه والموية تباع فيها 3 صفائح بيجريش لدعم الشبكة بتاعة مدقرسي. عبد الله كان أحد المشرفين على واحد من الأكشاك دي، حصل الإشكال بينه وبين عمتنا الحكم دي، فدعت علي قالت لي إن شاء الله يا ولدي يا عبد الله الموية دي ما تفارق شغلتها لما تموت. وقد قال ما فارق شغلتها لمن توفى. منذ الطفولة كان يتمتع الراحل بذكاء غير طبيعي أكثر من أقرانه، مما جعل والده يتنبأ له بمستقبل واعد. وكان لا يميل إلى الشغب ولا هرج الجري واللعب كثيرا، بل العشق لم تكن له أي رياضة معينة يعني يداوم عليها أو يتوق إليها. هذه الجدية في الطفولة كانت معه مع النمو ومع تغير المواقع في العمر والسنين والدراسة، تابعته في الجامعة وفي الثانوي وإلى أن أكمل دراسته الجامعية وبدأ الدخول في الحياة العملية. فهذه العملية الجدية بتتحول إلى مسؤولية إدارية ومسؤولية مجتمعية، وكانت ظاهرة جدا في ديدن حياته، إلا أنها بأي حال من الأحوال لم تكن تحمل أي نشاز أو موقف من المواقف
يقوده إلى التخلي عنها. هي أصلا أضافت إلى حياته مبدأ السيرة العامة التي سار عليها. وسبحان الله جل جلاله أراد له وبهذه الجدية وبهذا النوع من التجويد لعمله أن يعمل في مجال المياه. جامعة الخرطوم هي أم الجامعات السودانية، والدخول لها كان بمثابة حلم لكل طالب. الراحل كان يؤمن بأنه لا مستحيل تحت الشمس. هذه العزيمة، هذا الإصرار كان دافعا لأن يكون عبد الله أحد طلاب جامعة الخرطوم كلية الهندسة قسم الجيولوجيا. ولكن العلاقة توثقت أكثر سنة 68 عندما التقينا وجمعنا قسم الجيولوجيا بجامعة الخرطوم. وطت العلاقة أكثر لأننا كنا في الدفعة 12 فقط، معنا بنت واحدة من ضمن 12. طبيعة الجيولوجيا ودراستها وعملها كانت بتوطت العلاقات بين الناس. الرحلات الخلوية في الجسم، فكلنا كأساتذة وطلبة ومعيدين فكنا كأسرة واحدة. عبد الله كان الحلقة، حلقة الوصل بيننا. كان يعني زي ما يسموه هو فاكهة المجموعة بسجيته وفطرته المعهودة الريفية. كان يعني هو زي ما يقولوا يعني فاكهة هذه المجموعة، محبوب بشوش، سريع البديهة، يعني الطرفة لا تفارقهم. عشنا معا في كل هذه مراحلنا، وعلاقة عبد الله ما اقتصرت على دفعته وزملائه في الجامعة، كان علاقات ممتدة في جامعة الخرطوم. عنده أصدقاء في كلية الآداب، وما أمثال دكتور الباغر والباغر من جنوب كردفان، علاقته معهم ممتدة وحميمة. بخاري من بحري، وعمر السماني من النيل الأبيض، وهكذا. ودكتور بروف أحمد مكين الأخصائي المعروف. فكانت علاقته مع كل يعني متنوعة في الجامعة. ولتفوقه في هذا التخصص حصل على درجة الماجستير من جامعة سيدني بأستراليا، ونال الدكتوراه من بريطانيا 77. أو قبل ذلك أنا ذهبت للجنوب، اشتغلت في الجنوب. في سنة 77 أنا يعني بعثت لأستراليا، جامعة نيو ساوث ويلز في سيدني وأستراليا. كان ذلك في أوائل 76. وبعدها يمكن بأربع شهور أو خمس شهور لحقنا عبد الله أيضا في أستراليا، وفي نفس الجامعة وفي نفس القسم. سكننا سوا برضو. تميز عبد الله
في تخصصه، خاصة فيما كان في الماجستير يعني، وعمل الماجستير في عن البحث كان عن منطقة حوض القاش في كسلة، ولكن كان نتائجه مبهرة جدا يعني في كل العلوم، كان زي مبهرة جدا. فكان حتى معانا أخ أفريقي غاني، فكان لما يشوف عبد الله بطريقته وعفويته وضحكه وهزاره كده اخذ انطباع ان عبد الله ده ما جات يعني في الله. فكان دائما بقول لي يا اخي انت صاحبك ده يا اخي قاعد يقرا بيتين يا اخي، صاحبك ده يا اخي الجامعه دي وكده. فلما جات النتيجه يعني جاني الغاني ده، فقال لي يا اخي انا داير عبد الله ده، والله يا اخي انا زمان كنت يعني كنت ظالمه، دار امشي اعتذر له، لانه يعني النتيجه يعني يمكن كانت يعني النتيجه يعني او تعتبر انه كان الاول يعني في النتيجه يعني. وصدق تنبؤ الوالد، اذ اصبح الراحل عبد الله عالما وخبيرا في مجال المياه الجوفيه. لك ان تتخيل في مدى سنتين انه يختار شخص ويكون ممثل لحكومه السودان وممثل فني مع شركة إنجليزية، شركة هانتنج إنجليزية مشهورة جدا. فذهب عبد الله مع الشركة في أول مرة، ويمكن كان دي لأول مرة يمكن يمشي غرب السودان، مشى منطقة جمال مرة في ذاك الوقت، يعني جمال مرة معروفة منطقة خلابة، عمل بجدية أحبوه الناس، الشركة الخواجات ذات العمل معهم يعني أشادوا به إشادة من قطع النظير. كان يعني الاستراحة النازل فيها يعني يجي من الشغل بيلقى كمية من الناس في الاستراحة، المواطنين العاديين منهم ما يجي داير يعني شوية يعني إعانة كذا، وعبد الله لا يبخل لهم بذلك يعني، هم اشتهر فاشتهر برضه في المنطقه دي بكرمه ومساعدته للضعفاء. حتى كان العربيه الخاصه به بتاع المشروع كان لا يتوانى بانه يوصل الناس، وبالليل الناس يجي يطرقوا يعني بابه وانه يوصلهم المستشفى، وكانت يمكن يعني في المناطق ديك المستشفيات متباعده. فكان فحتى عندما انتهى عمله وقضى فترة زهاء 9 شهور يعني عملوا له احتفال، يعني احتفال أهلي كان ممتاز جدا، حضروا الناس والمواطنين والنسوان والأطفال بأهازيجهم وأغانيهم المحلية وبالهدايا البسيطة والهدايا المعبرة. فده كله يعني ده ناتج من طبيعة عبد الله القابلة للآخرين، والقابل بأن الناس برضو الناس يقبلوه يعني. بروفيسور عبد الله كان ينسب كل نجاحه لأسرته الكبيرة والصغيرة، ويتمتع الراحل بعلاقات واسعة ومميزة مع الأهل والأصدقاء والجيران، ويعتبر أبناءه هم أصدقاء له. كان عبد الله رجل أسرة من المقام الأول، بقدر ما هو كان رجل عام إلا أنه لم يغفل أسرته الصغيرة من بناته وأولاده وزوجته، كان صديق لهم، صديق حميم يعني. يعني إذا هو ما في الشغل الجادي هو معهم هنا في كل شيء، في الحنية والتربية والتنظيم وكل ما يعجب الإنسان في داره. فهذا المجال لابد لي أن أذكر أنه كان رجل متكامل في منح الجماليات والكماليات، بمعنى لا يحب الشيء الناقص بأي حال من الأحوال. ولذلك
أبناؤه وبناته تلقى عندهم هذه اللمسة في كثير من الأوقات. وفي الجانب الآخر من الأسرة كانت له علاقة خاصة جدا بأخواته، عنده أختين سلوى وسعاد، وكان يحلو له أن يسمي سعاد باسم الجفر الذي يعرفه الجميع شكارة، وكان يحلو عبد الله أن يقول له يا شكارة سوي لنا ويكاب، وهكذا كان يعمل ذلك كلما عاد للسودان من الغربة. وأستطيع أن أقول كان مثال للأب المخلص لبني جلدته وبيته وغريته وطنه. المطبخ هو أحد هوايات عبد الله المحببة، وهو ماهر يجيد صناعة الطعام كأنه شيف محترف. يعني هو زي دائما ميال بأنه ياخي الأكل ده ما أكل بس، ياخي أي حاجة تعملها بس تتأكل. فلما يجي مثلا الحلة يكون فيها زي بيقولوا زي حلة يكون فيها أي حاجة زي هناك. وكان من حياته الظريفة أنه بنمشي أول أيام كان في زي ما يقولوا الكنتاكي فرايد تشيكن ده يعني الجدار، فكنا بنمشي نشتري. بعد شوية عنده قول مشهورة جدا يقول لك يا أخي كده أنا خلوني إلحل لكم الجداد ده. الجداد بنجيبه بتاع الكنتاكي فرايد تشيكن، بعد ده يقطع له بصلة ويعمل كده يكبه في حلة عشان يطلعوا حد، يقول لك يطلعوا حلة مسبكة كده هنا. بعد شوية برضه كان محب للعسل للعدس وبرضه يعني وكان يعني يمكن احيانا حتى انا سميت العدس يعني سيد الطعام لكثره ما انه كنا بنلقاه يعني في المائده، وخاصه انه كانت زوجته رابعه كان بتعد لنا الاكل يعني. ذهب روحي لوفديها، دم الطهر زادها وربي معليها، تستاهل بلادي تستاهل بلادي تستاهل بلادي تستاهل بلادي. انصر بلي حدود فخري وباقي ورود على ثرى تراضها في ظل آلي صوت في ظل آلي صوت. انصر بلي حدود فخري وباقي ورود على ثرى تراضها في ظل آلي صوت في ظل آلي صوت. تستاهل أمجادها. رشح الراحل أن يكون مسؤولاً عن الجالية السودانية بالمنطقة الشرقية الدمام بالمملكة العربية السعودية، محل إقامته ومكان عمله بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن. ولدقته في المواعيد وترتيب شؤونه يقسم زمنه بطريقة تبهر كل شخص. في سفره للسعودية مغترباً بدأ العمل بمشروع زراعي في الغصين، مكث فيه حوالي 10 سنوات، وكان نعم الممثل والذي يملأ وظيفته وعمله بصورة جادة جدا. أعقب هذا العمل جزء من عمله في لجنة كونت في المملكة للماء للمدينة المنورة، وكانت تشكو حموضة وملوحة المياه، فكان عضوا بارزا وكانت له مبادرات في هذا المجال. عمل في هذا المجال ل3 سنوات، وكان دائما كلما ذكرت له هذا الموضوع يقول لي أن هذا العمل عمل فيه بركة ويسمح لي بأن أزور المصطفى في كل سنة 3-4 مرات على الأقل يعني. فكان سعيد جدا بهذا العمل. أعمارنا ونطور أعمارنا، إكرامنا للوفي وللمعتدين، نارنا للمعتدين نارنا، نحمي حمى ديارنا ونطور أعمارنا، إكرامنا للوفي وللمعتدين، نارنا للمعتدين نارنا. تستاهل أمجادها بروحي لوفديها، دم الطهر زادها وربي معليها، تستاهل بلادي تستاهل بلادي
تستاهل بلادي، 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 تستاهل بلادي. سنظل في عين الزمن حتى يمارينا الكفن، نشد ترانيم الوفا لثراك يا أهل وطن. سنظل في عين الزمن حتى يمارينا. قاموا بتأسيس شركة العايد، كثير من الإخوة المغتربين في الشرقية وفي السعودية يعرفون شركة العايد وكيف أنها سارت خطوات جادة في استثمارات المغتربين. بعد ذلك تنازل من رئاسة مجلس إدارة العايد إلى العمل في رئاسة الجالية والتي مكث فيها بعض الوقت، لا أدري الكم والذي مكسه، لكنه أخذ بعض الوقت، وكان ذلك أيضا نتاج نوع شخصيته. يعني اختارته مجلة هواندس العالمية واحدا من بين 100 عالم في مجال المياه. رحل الرجل الأمة وترك لنا فراغا كبيرا. فقد كان جوادا كريما يأوي إلى ظله العفاة والمملقون، ويجدون فيه بحر ندى تفيض جنباته خيرا وبركة. مستقيما كشاعر النور، صادرا كالفجر، ماضيا كالسيف، يكره الوشاية وأهلها، يحب الصدق والصادقين، مع بشاشة شابها ضرب من نور الجلال، فلا تكاد تراه حتى يعتريك من الهيبة إلى الخضوع إلى غض الطرف وخفض الصوت، مع بصيرة وقادة نقادة تفري ثياب الرياء عن المدعين. ولقد رأيت فيه من دلائل القبول عند الله تعالى ما لا تحيطه الأفهام ولا تخطه الأقلام، ولكن من باح بالأسرار فقد خان الأمانة. بالسر إن باح تباح دماؤهم شرعا كما نصد بذاك صحاح، من أي صنف زاهد أو عابد وكذا دماء البائحين تباح. ويحضرني قول شيخنا وأستاذنا الجيلي في رثاء والده حين قال: بذل النفوس على الحبيب يسير، ما لوعة ومدامع وزفير، أقدر بأن تطوى السماء لمادها وشمس تكسف والجبال تسير، خطب له سود النهار وعطلت تلك العشار كأنه الناقور، خطب له في قلب كل موحد صعق الكبير وشاب منه صغير، حمال أثقال وروض معارف عنه تصاغر يذبل وسبير، غيس إذا استمطرت جود يمينه غوث لمن هو في الورى موتور. كيف ارتقيت لشمس أفلاك العلا يا موت، هل لك في الورى التخيير، هل لا أخذت من البرية غيره ألفا وألفا فالغثاء كثير. طلعنا بعد ذاك من محل الغسل وشينا المغابر. حقيقة أنا بكيت وكل الناس الموجودين احتقدوا إنه أنا بكيت حزنا على فراق عبد الله، ولكن لا، الحاصل إنه أنا بكيت فرحا لكثرة الناس اللي شيعوا عثمان عبد الله من السوداني والإخوة من الدول العربية. والله أنا مشيت من هنا على أساس أنه أجيبه ودفنه في مدقرس.
لأنه معروف في السودان الناس اللي بيشيعوا الجنازة. والله الحصل في السعودية من السودانيين أبناء مدقرسي وأبناء الجالية السودانية والإخوة العرب شيء لا يصدق من حيث العدد. نسأل الله له الرحمة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، وادخلي في عبادي وادخلي في